حارة مستر محمد آل مريم بركة. النهاردة هنعرف ازاي نفرق بين السي والسي كي والكي. في بداية الكلمة الكي بتحب الاي والاي سواء شورت او لونج، زي كيد كينج كايت كيت كيد كيب كيب كينج دوم كاي كيتن كاي اس. لو سمعنا صوت غير الاي والاي تتكتب سي، زي كات كب كراي كراي كب كلان كار كاونت كات كات كيك كلير كوتش كانتري. ازاي افرق بين السي كي والكي والسي في نهاية الكلمة؟ السي كي لو سمعت قبل صوت الكي صوت حرف واحد فاول تتنطق سي كي، زي داك تراك كلا كليك شيك شيك باك لاك لاك روك بلاك ستوك نيك تريك ثينك. الكي لو سمعت قبلها حرف ساكن حرف كونسونانت تتنطق كي، زي مارك دارك شارك بارك ما ملك ثانك بينك ديسك 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 اسك ليسك لينك انك ووك ريك ريسك. السي كي السي غالبا كريك بيجر قبلها حرف الاي بس صوت الاي بس، زي بابليك كلينيك كلاسيك ميوزيك فادريك فابريك بيكنيك ماجيك فانتاستيك ترافيك لوجيك. السلام عليكم، ازيكم عاملين؟ انا اسمي حمزه. النهارده هنشرح الاصوات المتشابهه. ايه اصوات متشابهه؟ يعني الصوت زي بعض، زي السي زي السي كي زي كي بالصوت بتاعهم كا. عندنا كام حاله؟ تلات حالات. في اول الكلمه في اول الكلمه، في وسط الكلمه، في اخر الكلمه. طيب قول لنا في اول الكلمه امتى نكتب السي كي وامتى نكتب كي وامتى نكتب سي. السي كي ما ينفعش نكتبها في اول الكلمه، نكتبها في وسط الكلمه يا اما في اخر الكلمه. تمام اوكي. بشرط تاني حرف لا قول الكي نكتبها ايه. تاني حرف يكون
إيه أو أي، عشان الكي بيحب الإي والأي. زي كلمة كيب، كي، كيت، كين، لا كين، كين، كايت، كيند، كايند، كايند، كيندم، كين. تمام، انت نكتب السيل اول كلمة. لما يجيش تاني حرف ايه او اي، عشان دي لو جت بعديهم هتتنطق س، او لو جت بعد الكي ايه او اي السي، او السي اي او اي هتتنطق س. يعني اي حرف تاني غير الاي والاي. زي ايه؟ زي كلمة كات، كاب، تراي، كلين، كاونت، كرا، كرير، كانتري. تاني حالة لما يكون ايه؟ وسط الكلمة ملهاش قاعدة، نحفظها زي ما هي. تالت حالة لما يكون في اخر الكلمة، امتى نكتب سي كي وامتى نكتب كي وامتى نكتب سي. بشرط قولي سي كي. السي كي قبلها لازم يبقى حرف vowels. ايه هي الفاولز؟ الاي والاي والاي والاو واليو. يعني يبقى قبل الكا ساوند فاول واحد او اي فاول. تمام، one vowel. زي كلمات ايه؟ زي كلمة duck، rock، back، luck، neck، black، stuck، back، black، track، look، look، ماشي، track، hack. تمام، امتى الكي نكتبها في اخر كلمة؟ لما يجي حرف consonant او قبل الكا ساوند او two vowel. تمام، زي كلمة mark، 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 risk، desk. لا ده there dark shark bark fork milk blank think pink desk ask link work where الحالة الثانية two vowel. أو لما يجي قبل الكا ساوند two vowels. زي كلمة book lock. امتى نكتب السي؟ السي السي يلا السي السي يجي بعدها short اي. أو لما نسمع short اي قبل الكا ساوند. زي كلمة ايه؟ public classic magic fantastic music funk لا fabric. Okay.